جعل كبير المسلمين بمنزلة أبيه، وصغيرهم بمنزلة ابنه، ونظيره في السن بمنزلة أخيه، فوقر الكبير ورحم الصغير، وأعطى كل ذي حق حقه، فهو سيد المتواضعين، بل سيد ولد آدم أجمعين. كان يأتي ضعفاء المسلمين، يزورهم، يعود مرضاهم، يشهد جنائزهم، يتعهد حاضرهم، ويسأل عمن غاب منهم. كذا كان مع أصحابه، يشفع لهم، يقضي حوائجهم، يتخولهم بالموعظة، يعفو عن مسيئهم، يقضي ديونهم، يفرج كروبهم، يعلم جاهلهم، يطعم جائعهم، يكسو عاريهم، يسلم على صبيانهم، يمسح على رؤوسهم، يداعبهم، يجلسهم في حجره، يحنكهم، يدعو لهم، يدخل السرور عليهم. لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، ما حدثه أحد إلا مال بأذنه إليه، ما صافح أحدا فيرسل يده حتى يرسلها مقابله. يكرم من دخل عليه، وربما بسط له ثوبا وآثره بوسادته، يجيب الدعوة ويقبل الهدية ويثيب عليها، تواضع لما زاده الله رفعة. كذاك جليل القدر جم التواضع، عليه صلى الله ثم سلم وآله وصحبه وتابع سماه.